تأثير المؤتمر الشعبي العام كان كبيرا وعظيما، لأن هذه الميليشيا قامت بانقلاب خارج الدستور والقوانين، وأعلنت ووضعت إعلان دستوري إعلان دستور، علقت الدستور من خلال الإعلان اللجنة العليا، اللجنة الثورية العليا، وأغلقت مجلس النواب، وأصبحت تدير الدولة بإدارة العصابة المسلحة الانقلابية. وبالتالي الجهد الذي بذله المؤتمر الشعبي العام كان كبيرا، هو أعاد الجميع إلى سكة الدستور، كانت هذه هي الحكمة، أعاد الجميع إلى سكة الدستور، بمعنى استعادة مجلس النواب، استعادة المؤسسات الدستورية، استعادة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقوم بخدمة الوطن، بخدمة الشعب تحت وضع الحرب الاستثنائي والصعب. مجلس أعلى أيضا يدير شؤون الدولة، وإذا بدأت المؤسسات الدستورية تشتغل، مجلس النواب عاد إلى وظيفته، أصبح هناك حكومة إنقاذ وطني تقوم بواجباتها إذا الشعب، أصبح هناك مجلس أعلى مشترك يدير شؤون البلاد وهو مجلس مؤقت طبعا تحت ظروف الحرب. هذه الإجراءات كلها كانت مفهوم، كان من المفهوم أنها مؤقتة حتى تنتهي الحرب، معروف، ويعود اليمنيون إلى الحوار وإلى لكن دكتور يعني